يا اهلا فيكم من جديد. اعتدنا في هلا بين وقت واخر نبرز جوانب يعني وطنيه او يعني اشخاص استطاعوا ان يحققوا قصص نجاح مميزه يعني تصلح بشكل عام نفتخر فيها ونتباهى فيها. علي يوسف سعودي حول حلمه اللي طالما راوده الى حقيقه وصاحب هذا الامر عزيمه واصرار، وذلك بعد ما وضع اسمه على قائمه أشهر طهاة العالم، وذلك لتقلده إدارة مطعم شهير في كبرى فنادق العاصمة الرياض وبالتحديد فندق الفور سيزن. بدأ تجربته من منزله وسط القصيم، نثر إبداعاته في الرحلات البرية وهذا وقت الكشتات والتنزهات مع أفراد عائلته، بعد ذلك عمل في القطاع الحكومي في قسم لا يعني ما له علاقة أبدا بموضوع الطبخ حتى تجلى وأصبح من أشهر الطهاة وترك الوظيفة واتجه نحو الطهي وحتى أصبح من الطهاة العالميين المميزين. ينضم معنا في الاستديو صاحب هالقصة الشيف السعودي العالمي علي يوسف. علي يا أهلا وسهلا فيك. حياك الله أخوي. حياك الله معنا. هلا بك. نرحب بك، نهنئك على الشرف الجميل وعلى هذا التميز. سؤالي كيف بدأ التحدي معك وحبك لهالمهنة حتى ما شاء الله أصبحت يمكن هالشهادة اللي قدامك وهالميدالية يعني من أفضل طهاة العالم؟ أول شيء أشكركم على الاستضافة، وبدأت بالتحدي صراحة كنت أنا في صيانة أستقل في قصور الملكية ضيافات تحت إدارة فنادق الأنتر كونتيننتال. كنت في الصيانة؟ اي في الصيانة. ما لك علاقة بالطبخ أبد؟ مرة لا، بس يعني طلعت بر ما طلعت بر، بس طبيعة عملي الصيانة. حلو. شهاداتي في الصيانة. فكان عندنا طاهي من الجنسيات العربية دايم حماق علينا ونفسه يعني هاوش مع حرارة النيران وبرودة الثلاجات يعني ترى تصدع في الرأس، هذه مشكلة. فنقول له يا عمنا أعطنا نفس، أعطنا شيء. قال أنتم بس جايدين كلام نفس، هذا اكتئاب. لا مو هذا هو القرصان، مو هذا القرصان الجريش، مو هذا الجريش اللي احنا ناكله ببيوتنا. الكبسات مي هذه يعني. قال تعال ورينا شغلك. قال لك تعال ورينا شغلك. طبعا بس بخليك تكمل القصة. هذه صورة لك ما بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير العمل ولا لا؟ اي هذه وين كانت؟ في الفور سيزن. في الفور سيزن. فدخلت رحت كنت خلاص الوعد السبت، رحت السبت بشماقي داخل المطبخ متحمس جايب معي قطيفارات بطبخ. فالشيف عندنا ابو خالد قال لي لا ما يصلح كذا، رح البس اذا ما يصلح يعني لبس الشيف وتعال. رحت للهوس كيبن قلت له عطني، قال لا ما معطيك، خلها تجي رسميه احسن لك عشان ترقب بالملف تصير عندك دوره. هذه كانت هل نقول هذه هي نقطه التحول؟ ايه بالضبط هذه هي. هذا الموقف قاعد تقوله هو نقطه التحول. ايه هي جايه تحدي على تحول على ما ادري شلون جت من صيانه. فيني حره. ايه فيني حره بس استفزك هو. ايه بس قلت لازم اوريها السلام. ايه شراستي شوي. فرحت قال لي مديري، قال لا ما نقدر نعطيك اليونيفورم كذا، خلت تجي عن طريق ايميل وعن طريق المدير العام يدري اساس تكون لك يعني بالملف. قلت خلاص اوكي. رحت للرئيس قسمي ناصر نويس الله يذكره بالخير، كان دائم يشور علي اني اروح المطبخ، اروح المطبخ لان نطلع وياه طلعات. فارسل ايميل للمدير العام قال ما في مشكله خليه ينزل المطبخ. نزلت المطبخ سويت لهم كبسة وقرصان وظهر مكرونة وانبسطوا الموظفين. جلست أسبوع في قصر الملك سعود، قالوا لا لازم تروح القصر الثاني يشتغل، قصر المؤتمرات لأنه ضيوف ووزراء على طول شغالين تبي تستفيد أكثر. رحت لأني بروح أسبوع واجلس 9 شهور كأنها يوم ما أدري شلون ليش.
مع طبيعة العمل والحركة لا بس أنت ما أعطيتني ردة فعل على طبختك اللي تحداك واستفزك وجيت وجايب معك بهاراتك. النتيجة وكيف كانت النتيجة؟ خطيرة. قاموا الموظفين كلهم ما نبي إلا علي في المطبخ. حلو. ما نبي. صار هو رحت أنا هناك على طول ثبتوني في المطبخ، أعطوني رئيس قسم في المطبخ العربي، صرت مديرة نفسه هذا، صرت مدير، صار هو اللي يحضر لي ويقطع لي ويزين لي. اللي كان هو مديري كان صرت مديره الحين. اللي كان هو الطاهي صار هو اللي يقطع بصل ويزين لك. ما يحتاج. جميل، كمل القصه. وبس وفود رايح وفود جايه والحمد لله كلهم يشكرون بالخير. المراسم الملكيه كانوا عندنا، اطلع انا اجيب خضاري منتجات القصيم، احاول اني اجيب الكوسة الخضراء مية اللي بينه على بياض وشهاب، لا اللي عناصر ما فيه. الطماط استخدم الطماط الأحمر مرة داكن، ما استخدم الطماط في مواد كيماوية يمكن ولا. لا بس مستوى في شيء ما فيه حلاوة. ما تعطيك التست. حلو. طيب يا أخي صدق يقولون دائما أنه نفس الرجال في الطبخ يعني، ولا يزعلون علينا يعني امهاتنا تورطنا انت الا الوالده الله يحفظها عندك والمدام، يعني يقول نفس الرجال في الطبخ يعني احسن من نفس الحريم، صح هالمقوله؟ والله ما هو بكلهم، صبعك ما يسوى، في بعض الرجال ما تاكل منهم، مع احترامي لهم صحيح والله. والعكس صحيح يعني، وهو نفس يعني اذا الواحد اقبل على الشيء بقلب وهو يعني مزاج ويطبخ، فهمت علي شلون؟ يعني ما هو قادم على الشيء بكراهيه. اي بس كل ما الرجال يحب الطبخ تلقاه اللي يحب الطبخ ويعني وعنده نفس بيبدع ويتميز وبيطلع. طيب خلينا نتكلم بصراحه مجتمعنا. انا اول شيء انا جاي ما شاء الله بالزي حق الشيف، وما جيتنا لا بثوب ولا بشماغ، وواضح انك قاعد تفتخر بهالمهنه اللي انت قاعد يعني تقوم فيها. ثقافه العيب والمجتمع وانتقاد المجتمع، هل واجهت شيء من هالامر اثناء تحولك؟ والله يعني ما هو كثير احس يعني بالفايت. انا كنت بالفور سيزون طالع للمول، كان في امل سكورتي واقف حق تفتيش. قال انت هل شكلك انت طباخ؟ يقول لي قلت ايه طباخ. انت كنت لابس اللبس ولا؟ لا بس انا لبسي عندي شغله بالمونه بروح اجيب بسرعه وقت بريك. فقلت له امر بس وش اطلبها يعني؟ قال نبغى ناكل من اكلكم، نبغى نذوق، نبغى ما ادري شو. قلت يا اخوي حياك تعال، وكانك تبي بعد وظيفة تجي معي حياك الله تعال، انا ما يحتاج، انا بوظفك، انا بساعدك. وعندنا ما شاء الله نايف التميمي ينبسط بالسعوديين وينبسط بشؤون الموظفين. نايف مدير شؤون الموظفين عندنا. يحب السعوده عنصري يعني. يا زينة إذا عنصرية في موضوع السعودة احنا بنقول يا زينة، في غيرها لا، لكن موضوع انه توظيف السعوديين ويساعد بعد الاهتمام في السعوديين، هذا بالعكس هذا شيء اللي ندور الناس اللي زي كذا. فالرجال يعني حتى هيئته بين عليه يعني لاحقه شقة بالدنيا، فهمت؟ ترى تقسيم وجهه اذا. فقلت له قل كم راتبكم؟ قلت يا اخي تعال، كم انت اللي راتبك؟ تعال امشي انا بحسن من الوضع. قال اطبخ اعوذ بالله، يقول لي كذا. لا ان شاء الله يعني. الحين انت سكرتي جالس تفتيش الحين، تعيب علي اني انا اطبخ اقول. طيب خلينا بشوف، ودي اسمع راي واحد فيك اساس يكون هو منصف. يعني قلت اسمه قبل شوي نايف التميمي، معنا باتصال هاتفي مدير شؤون الموظفين في فندق الفور سيزون. نايف حياك الله. الله يحييك ومسيكم بالخير. اخذناك يوم تكلم عنك، يوم قال قال يجيب لك ما شاء الله شباب سعوديين بيدخلون بالطبخ. نايف بسالك يعني كيف علي، كيف ما شاء الله بدا معاكم، كيف وضعه الان، كيف مسيرته اللي قاعد يقول انا احنا قاعدين نجيب ومعانا اليوم علي، نتشرف انه معانا، احنا قاعدين نشوف ان قصته ملهمه يعني ملهمه باصرار وعزيمته، انت كيف تشوفها؟ علي طبعا من الشباب اللي اكيد كل سعودي لازم يفتخر فيه، ومعرفتي فيه ما هو بجديده.
علي انا طبعا اشتغلت معاه في المراسم الملكيه في قصور ضيافه المؤتمرات. ومن يوم ما عرفته يعني وعرفت يعني معدنه وحرصه دائما على التعلم والتغيير. واستمرت علاقتي فيه، وبعدين عرفت انه انتقل الى المطبخ السعودي، وسمعت عن اكله وعن شهرته في يعني في المجال اللي هو فيه بالذات، يعني من زملاء لي بالمراسم دائما يفتحونه. وطبعا مع الدعم المتواصل يعني من صاحب سمو الملك الامير الوليد بن طلال لتوظيف الشباب السعوديين خصوصا في المجالات هذه الصعبه، يعني كان حافز لي اني انا ادور على علي. وكلمته وحاولت يعني معاه كثير، وما كانت سهله عمليه اقناعه، ولكن قلت لو انت حتكون في المكان اللي فعلا حيظهرك وحيبرزك للعالميه بطبخك السعودي، وانا وياك نبغى ننقل المطبخ السعودي من يعني محليته اللي احنا متعودين عليها لمستوى عالمي. جميل. وفعلا علي بقوته وبحبه الكبير للمهنه اللي يمتهنها، وهذا شيء يعني هو ذكره من شوي انه الانسان اذا عنده الرغبه هذه صح اكيد بتظهر، فهو فعلا اذهل الجميع. وما اخذ وقت واخذ مكانه ممتازه عندنا بالفندق. والان يعني احنا الان كشركه عالميه كفور سيزن بادين ندخل الطبخ السعودي بشكل يومي، والان يعني اقنعنا بانه يكون يعني في يوم كامل من ايام الاسبوع للمطبخ السعودي، وهذا انجاز يعني. والان يعني الان يقدم تشوف القرصان ولكن تشوفها بطريقه فعلا يعني مختلفه، تشوف اكلاتنا الشعبيه اللي احنا نحبها بس بطريقه فعلا مذهله. جميل. وعلي كفو لها. شكرا لك نايف التميمي مدير الموارد البشريه والشؤون الاداريه بفندق الفور سيزن في الرياض. علي انت شاركت في مسابقة فنون الطبخ السعودي التقليدي، كان 150 واحد مشترك. أيه كان عام 2012، لا العام 2012 اخذت الميدالية البرونزية. مزبوط. في 2015 شاركت اخذت الميدالية الذهبية صح؟ الحمد لله. الحمد لله. ما بين 2012 الى 2015 وش اللي طورته في نفسك؟ دخلت على المطبخ الاوروبي. شباب عندهم صور شهادات؟ ايه ورونا صور شهادات اذا عندكم. ايه اسلم. دخلت على الاوروبي، حولت اني اطلع من السعودي. طلعت ورحت اخذت دورات دور الخليج. ايه ورجعت وقلت بغير، ما ابي السعودي. فاتضح يعني هناك الدول اللي مسموح فيها الخمور. انهم يحطون الصوص الديمي كلاس. هذا المذر، هذا يسمونه مذر صوص. يدخلون فيه الواين. الواين لازم صار اساسي عندهم، مثلا الواين الاحمر للحوم الحمراء والواين الابيض للحوم البيضاء. فربعنا ما يدرون، يروح مثلا طالع دوله مثلا ويطلب اكل وياكل ما يدري، يطلب له ستيك وكثر صوص وحط صوص ويدوخ عقب ستيك ولا يدري وش اللي يصير له، بنام ولا يتغير حاله من حال الى حال ولا. فانت وجدت بدائل. ايه فصراحه يعني قلت لا ارجع للسعودي. ممتاز. لا الطبخ وبالتالي انت خلاص رايت انه وجهك شرقي يعني بالضبط. ممتاز. طيب هالميداليه إيه؟ وهالشهادة شباب طلعتوا شهادات حقة الشيفنا العالمي علي، هالميدالية بك تلبسها لأنه نفتخر فيك بصراحة. تسلم. نفتخر فيك و يا بس وش قصة العالمية؟ لأنهم اللي ياخذ الذهبية يرشح أنه يدخل العالمية، يروح لفرنسا، يروح يعني يكمل. تجيك دعوات من مطابخ عالمية أو من فنادق عالمية أنك تروح؟ لا، نفس الشركة هذه هوريكا لأغذية المشروبات. إيه؟ هي تدور العالم يعني، تمر نحن السعودية كل سنة مرة. تروح لدبي، تروح فرنسا، تروح ما تخلي هي. فأنك خلاص أخذت الذهبية أنك خلاص ترشحت أنك تدخل معاهم للعالمية.
جميل ومعاهم. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. علي يوسف الشيف السعودي العالمي. تمام. والنبي ان شاء الله دائما نفتخر في النماذج الجميله. ويعطيك العافيه واتمنى لك مزيد من التوفيق. الله يعافيك. يعطيك العافيه علي. شكرا. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام. كنا مع قصه ملهمه، قصه نجاح لشيف عالمي سعودي اسمه علي يوسف. فاصل قصير وبعد الفاصل لنعود.